السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة طبعا لأن في ناس معانا على الصفحة كتير، صفحة مس عبير، بتتلخبط كتير في الفرق ما بين while و when، فأنا جايبة النهاردة طريقة سهلة وبسيطة جدا عشان نتعلمها، ودي أساس في مسابقة النهاردة بإذن الله كمان، فلازم نشوف شرح الفيديو عشان نقدر نحل الجملتين اللي في مسابقة النهاردة، وبالتوفيق ليكم كلكم بإذن الله. أنا عندي حاجة في الإنجليش اسمها long action والشورت action، يعني إيه برضه؟ اللونج اكشن يعني الحدث الطويل، يعني حاجة بنعملها وقعدت معانا فترة طويلة من الزمن، يعني حدث حصل لفترة معينة من الزمن. يعني مثلا لما اقول احنا كنا بنذاكر، I was watching TV مثلا، او I was studying English، اي حاجة من الحاجات دي المفروض ان انا ما كنتش بتفرج على التلفزيون ثانية وقفلت، مثلا انا قعدت فترة اتفرج على التلفزيون. زي لو قلت بالظبط I was studying English، انا مش اول ما فتحت الكتاب قفلته، انا على الاقل قعدت اذاكر ربع ساعه، نص ساعه، يمكن اكتر. فده لونج اكشن او حاجه انا عملتها لفتره طويله، تمام. ده شورت اكشن. يعني ايه شورت اكشن؟ حدث قصير. يعني مثلا ذا بيل رانج، الجرس بتاع الباب ضرب، هو مش هيقعد يضرب ساعه، هو ضرب الجرس وخلاص. ذا فون رانج، برضو التليفون ضرب، ده شورت اكشن، حدث قصير، حاجه حصلت عملت انترابشن، يعني قطعت الحدث الطويل. وانا كنت بذاكر، قعدت اذاكر مثلا نص ساعه، مره واحده لمده منت كده او ثانيه سكند كده التليفون راح رن، قطعني وانا بذاكر، حاجه حصلت في النص قطعت الحدث الطويل، زي حد كان بيلعب كره مره واحده وقع. فهو ده الحدث القصير، يعني اللي قطع الحدث الطويل اللي هو لعب الكوره، تمام. عايزين نعرف ان اللونج اكشن او الحدث الطويل دايما بنستخدم له هنا الباست كونتينوس تنس، الماضي المستمر اللي فيه اي ان جي، يعني عشان ما نتلخبطش. زي جمله اي واز واتشينج تي في، كنت بتفرج على مين؟ على التلفزيون لفتره معينه، ده لونج اكشن، تمام. الشورت اكشن ذا بيل رانج، طبعا باينه انها في الباست سمبل تنس، يعني في الماضي البسيط، حدث عمل انترابشن او قطع الحدث الطويل، زي ما انتم شايفين انا عامله في السهم، انا كنت قاعده اذاكر، كنت قاعده اتفرج على التلفزيون، ومره واحده حصلت حاجه لمده ثانيه قطعت وقطعتني، وهو ان البيل رانج او الجرس ضرب. طيب عشان ما نتلخبطش برضو هنعمل قاعده بسيطه، ان انا هرسم قلب في اي ان جي، وهقول القلب ده بتاع وايل، وايل بتحب الاي ان جي ليه؟ لان خلاص بقى بديهي وامر طبيعي ان وايل بتيجي مع اللونج اكشن او الحدث الطويل. طب انا ميز الحدث الطويل، يعني في استمراريه، استمر الفتره، وعارفين الاستمراريه الاي ان جي، يعني الباست كونتينوس تنس. الشورت اكشن هياخد طبعا وين، وده مع باست سامبل تنس. طيب تعالوا ناخد اكزامبلز كده بسيطه. وايل وي وير ستادينج انجلش ذا فون رانج، مين يعني؟ انا عايزاك تحل ببساطة، فهم نفسك واحدة واحدة بالعقل كده، خلينا في الجملتين الاساسيتين. انا عندي we were studying English، كنا بنذاكر English، وده phone rang، جرس التليفون ضرب. بالعقل كده مين الحاجة اللي قعدت، مين الفعل اللي عملناه لفترة اطول؟ اكيد ان احنا كنا بنذاكر. ايه الحاجة اللي حصلت for a second كده لثانية وعملت لنا interruption وقطعتنا واحنا بنذاكر؟ الفون، ان التليفون ضرب او رن. فطبعا الحاجه الطويله او الفعل اللي عملناه لفتره طويله بياخد while، تمام. while we were studying English، الحاجه الصغنطوطه the phone rang، تمام. عايزين ناخد طبعا، طب ده لو انا بربط، طبعا انا عندي حاجه الconjunction او الروابط في الانجليش، كلمتين مهمين في الروابط ودايما اعرفوا انهم سهلين لانهم عكس بعض، while عكسها when. احنا اتفقنا في القلب ان while بتحب ing، يعني زي ما انا كاتبه في الجمله في السنتنس دي، ان وايل خدت معاها وي وير ستادينج، يعني خدت معاها ايه؟ الباست كونتينيوس الاي ان جي. طب تعالوا بقى لو انا عايز استخدم واربط بوين بقى، مش عايز اربط بوايل، اكيد هعكس، هاخد وين، احنا قايلين بتحب الحدث القصير الشورت اكشن، فهاخد معاها الباست سامبل تنس. ازاي؟ نركز تاني، انا وايل عملت ايه؟ وايل وي وير ستادينج انجلش، وكمل جملتك عادي وطبيعي، ذا فون رانج. تعالى لي استخدم لي وين واربط. We were studying English، كنا بنذاكر English اهو، اللي حصل when، ها ناخد بالنا الارم كده زي منبه، لازم when جت يبقى بعدها ماضي بسيط past simple tense، the phone rang، اوكي. يبقى while لازم بعدها past continuous ونكمل طبيعي، when
لا لازم بعدها الباست ايه سامبل. وزي ما شايفين انا بدأت بالجملة اللي فيها باست كونتينيوس عادي وربطت بون في نص الجملة وبعديها على طول الباست سامبل تنس. طيب عايزين الاول ناخد ده عشان ما نتلخبطش. الباست سامبل او الماضي البسيط بيعبر عن اكشن او حدث حصل في الماضي لفترة معينة او حصل في الماضي وخلاص وانتهى، تمام؟ واحنا ربطناه هنا بالشورت اكشن او بالحدث القصير. الفورم او بنكونه ازاي؟ باخد البروناون الضمائر اللي نزلت عليها فيديو قبل كده السبعة I, he, she, it, we, they, and you. اوكي باخد واحد من الضمائر ده plus verb plus ed، ده الباست سامبل عشان ما ننساش تكوينه. الفيرب اغلبهم الريجولر او الافعال المنتظمة بياخد زي play played، cook cooked، like liked. بناخد الفيرب بلس اي دي ما عدا الايريجولار فيربس او الافعال الشاذه، ودي لازم نحفظها بشكلها زي جو went مثلا. طيب الباست كونتينوس تنس الاستمراريه، كونتينوس يعني اي ان جي من غير ما نفكر. فورم هاخد طبعا ازاي اكون سنتنس ان باست كونتينوس تنس، هاخد بروناون الضمير، هيجي بقى معاه ووز وير. ليه؟ لان اعرفوا ان عشاق الاي ان جي الام والايز والار والوز والوير، بعدهم اي ان جي مفيش كلام. يبقى بروناون بلس طبعا الوز هتيجي مع المفرد زي الاي والهي والشي والات. طب الجمع بقى زي ازاي والوي واليو، طبعا تاخد وير، يبقى بعد الوز والوير فيرب بلس اي ان جي. نيجي بقى لمسابقه النهارده، الكومبيتيشن الجميله بتاعتنا. انا عايزه الطالب اللي هيشترك معانا النهارده باذن الله في حل المسابقه على صفحه ميس عبير هيكتب لي في ورقه خارجيه الاجابات، وهيكتب لي من فضلكم اسمه علشان التكريم بتاعنا، وعلشان باذن الله قريبا جدا مع اول الدراسه انا عامله مفاجاه رهيبه جدا ومفاجاه بجد لكل اعضاء صفحه ميس عبير، للي بيشترك معانا في حل المسابقات بشكل يومي وباستمراريه. تمام كده باذن الله في مفاجاه قريبه جدا. عايزاكم بقى في ورقة خارجية الطالب هيكتب بخط ايديه الاجابات وهيكتب لي عليها اسمه ويحطها لي في كومنت، يصور الورقة دي ويحطها في كومنت في تعليق تحت الصورة اللي انا هنزلها تحت بقى الصورة دي، هصورها لكم تاني ويعلق لي بحل تحتها. اول جملة زي وير رانينج، كانوا بيجروا هم، اترند مطرت فجأة. طبعا اقعد افكر مع نفسي ايه اللي حصل لفتره طويله وايه الحاجه اللي عملت انترابشن اللي قطعت. عايزاكم الاول تربطوا ما بين الجملتين دول وايل، تكتب لي كده الجمله كامله وبعدين تربطها لي بوين. طيب الجمله الثانيه ذا سكند سنتنس، هي واز بلاينج فوتبول، كان بيلعب كره قدم. هي فيل داون، وقع او سقط. مره نربط بوايل مره نربط بوين. هعيد تاني القراءة بتاعت التو سنتنس دول. they were running، it rained، he was playing football، he fell down. I hope you enjoyed this video and I love you all of course. أتمنى تكونوا انبسطتوا جدا بالفيديو ده واستفدتوا، وأتمنى أن ربنا يكون وفقني إني قدرت أوصل المعلومة اللي ناس كتير قوي متلخبطة فيها، الربط بوايل والربط بوين والباست كونتينوس تنس والباست سامبل تنس. اتمنى اكون قدرت اوصلها لكم وافهمها لكم، وربنا يكون وفقني في الموضوع ده. وشكرا جدا ليكم وبحبكم كلكم، وكلنا يا ريت نتشارك ونتعاون ونحل المسابقه باذن الله. منتظر المفاجاه قريبا باذن الله، ده غير كمان شهاده التكريم والتقدير على حل المسابقه. وحاول حتى لو غلطت مش مشكله، هنتعلم من التكرار وهنتعلم من التصحيح، والمعلومة هتثبت في دماغنا بعد كده ومش هتتنسي أبدا. وشكرا جدا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.